بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عبد المعين من محافظة هنا، 23 سنة. أنا النهاردة كنت في تدريب المناظرات، تعلمت حاجات كتير، أهمها إيه تعريف المناظرة، إيه الفرق ما بين المناظرة الجماعية والمناظرة الفردية، وإيه دور لجنة التحكيم في تحكيم المناظرة، وإيه الدور الميسر في إن هو ييسر جلسات المناظرة أو الآراء ما بين المناظرين. شكرا.